السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدي الكرام، تحية طيبة لكم جميعا أينما كنتم، دائما معكم إن شاء الله. ونواصل الحديث حول الدخول المدرسي كما وعدناكم طبعا، والدخول المدرسي هذه السنة تحت ظروف خاصة مع هذه الجائحة. وهنا الآباء كلهم محتارون، كلهم قلقون، كلهم يعني هناك ارتباك، يعني أي قرار يتخذ هؤلاء الآباء، نعم، لأن هناك مسؤولية. لما تكون مسؤولية يحتار الناس ويرتبكون، إن هناك مسؤولية، وهذا شيء جيد، لأن من الأشياء التي فضحت يعني هذه الجائحة هي مسؤولية الآباء تجاه الأطفال. يعني هذا شيء مهم جدا، وربما يكون خير من هذه الجائحة أن نتعلم بعض الأشياء. وسأتكلم يعني كي نسهل الأمور ونساعد الناس ليتخذوا القرار. لا يمكن أن أعطي القرار للناس اتركوا أطفالكم يذهبوا أو يدرسوا في المنزل. لا يقدر أحد أن يتحمل مسؤولية، لا يقدر. لكن الآباء يجب أن ينظروا حالتهم الخاصة. أولاً، لا تتأثروا بجيرانكم ولا بأصدقائكم ولا بالعائلة. انتبهوا جيداً. يعني الآباء الذين لديهم أطفال إما في المدرسة الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية، لا تتأثروا بأي شخص يقنعكم أن يقترح عليك شخص بأن الطفل ممكن أن يدرس في المنزل، أو ربما يعني عائلتك تقول لك اترك الطفل يذهب إلى المدرسة كجميع الأطفال، أو لأن جيرانك يعني أخذوا قرار، تتخذ نفس القرار مثل جيرانك أو مثل أصدقائك. انتبهوا جيدا، هذا أمر يخص أطفالكم ومصير أطفالكم، فلا تتهوروا معه. أنا جد متيقن أن هناك نسبة لا تقدر على اتخاذ القرار، وستتبع الجيران والأصدقاء وما يفعله الناس، ستتبع ما يفعله الناس هكذا. تحملوا مسؤوليتكم واتخذوا قرار أطفالكم، هذه النقطة الأولى. لا تتأثروا بأي أحد، وهذا ليس أمر أن فلان يعني أقنعته أو أقنعني، هذه مسؤولية وهذا مصير أطفال، والأطفال هم كل شيء بالنسبة للمجتمع، شيء مهم. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، هل يهمكم صحة الطفل أم تعليم الطفل؟ يجب أن لا تخلط الأمور. يعني كيف تتخذ القرار؟ سنساعدك. فإن كان يهمك تعليم الطفل وليس صحة الطفل، فهنا ممكن تتخذ قرار. إن كان يهمك صحة الطفل وليس تعليم الطفل، فهنا ممكن تتخذ قرار. لذلك يجب أن تدرس الأمور بدقة، وأن تتخذ قرار أنت لنفسك الذي يريحك ويجعلك ترتاح، ويجعل الطفل كذلك يرتاح ويكون بسلام، ولا تكون هناك أمراض ولا كارثة ولا كورونا فيروس ولا أي شيء، لا في العائلة ولا بالنسبة للطفل ولا في المدرسة ولا في الحي. إن هناك أبعاد، هناك بعد المدرسة وبعد الحي وبعد العائلة، هذا شيء مهم. هذه نقطة كذلك انتبهوا إليها جيدا، هل يهمكم تعليم الطفل أم صحة الطفل؟ ثم هناك يعني بعض الأشياء التي ربما تغضب بعض الآباء، يعني كلامي ربما يغضب بعض الآباء، وأستسمح وأعتذر مسبق، وأتمنى أن أكون واضح. فهناك آباء قبل كورونا فيروس كانوا مرتاحين مع الوضع، الطفل في المدرسة، يعني الطفل في المدرسة من الثامنة إلى السادسة مساء أو السابعة يأكل في المدرسة، سيارة النقل تأخذه إلى المدرسة، فالطفل يتعذب. لا يمكن للطفل أن يكون من الثامنة إلى السابعة مساء في المدرسة، فالطفل يتعذب نفسيا، والآباء مرتاحين ولكن لا يبالون. فهذا الوضع كان يعني يريح الآباء، فهو وضع جيد للآباء، ممتاز للآباء وليس للطفل. الطفل يتعذب فقط لأن الآباء في العمل أو لا يمكن أو لا يقدرون أو شيء من هذا القبيل، نعم صحيح. لكن هذا الوضع الذي كنا عليه قبل الكورونا فيروس، ينتبه الناس، لأن من الأشياء التي فضحت هذه الجائحة أن هناك آباء لا يجتمعون مع أطفالهم، لا يكلمون أطفالهم، لا يكونون مع أطفالهم، لا يعني حتى يراقبوا أطفالهم ماذا يقرأون. يعني مع الحجر الصحي على الأقل بعض الآباء بدأوا يدرسون مع أطفالهم. فالطفل قبل الكورونا فيروس كان في وضع، كان يتعذب الطفل، لكن الآباء مرتاحين، لأن الطفل في المدرسة والآباء في العمل، ثم يأتي الطفل يأتي منهار منهك
في المساء ينام، يأكل وينام، طبعا سيصاب بأمراض وسيتبول والتهاب اللوزتين والحساسية والرب والقلق والضجر وعدم التركيز، طبعا سيصاب هذا الطفل لأنه يتعذب نفسيا في المدرسة. لا يمكن أن يبقى الطفل 8 ساعات في المدرسة، لا يمكن. هذا شيء ربما يغضب بعض الآباء، لكن هذا واقع وحقيقة، وأنا كذلك. أنا كنت لا أترك أطفالي في المدرسة، أخذهم صباح وما الثانية عشرة للمنزل يتغدوا، ثم أخذهم من جديد إلى 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 المدرسة. ثم الأمر الثاني الذي سيغضب الناس أكثر، ربما أكثر، فهناك الآن من هو خائف على أطفاله ويتحرك على الطفل، وربما يكون غاضب، وربما يكون يعني محتار وخائف خوف شديد على طفله، الأم أو الأب أو الاثنين. لكن الطفل الآن الذي يخافون عليه، هل يذهب إلى المدرسة يخافون عليه من الكورونا فيروس في المدرسة؟ فهو الآن يلعب في الزنقة، يلعب في الأزقة وفي الشوارع، ويخالط ويجتمع ويلعب مع الأطفال، ويعني يتجول في جميع الأحياء في المدينة ولا في البادية، وربما في البحر، وربما في بعض الأماكن. ولاحظوا الآباء الآن خائفين على أطفال من الكورونا فيروس من الذهاب والمدرسة، لكن الأطفال الآن في الأزقة وفي الشوارع. فيعني من الأولى، المدرسة أم الشارع أم الزنقة؟ إذا كان طفلك سيبقى في المنزل فيجب أن يبقى في المنزل وليس في الأزقة والشوارع. هذا شيء ستعينكم كذلك على اتخاذ القرار. فالوضع يجب أن يكون وضع يريح الطفل وليس الأباء. ثانيا، هذا الطفل إذا دخل من الزنقة ومن الشارع، إذا دخل المنزل، كل البلدان العربية ستتقدم. فقط أن يدخل الأطفال من الأزقة، أن يدخل الأطفال المنازل، لأن الطفل لا يعيش في المنزل. ولذلك الآباء الآن محتارين ولا يعجبهم حال، لأن الأطفال يعيشون في الأزقة وفي الشوارع. فهناك آباء يريدون لهذا الطفل أن يبقى خارج المنزل، وهناك من يريد لهذا الطفل أن يدخل للمنزل. فهذه على ضوء هذه المعلومات ربما تساعدكم على اتخاذ قرار، هل الطفل يدرس في المنزل أم يذهب إلى المدرسة. ثم يعني فكروا جيدا، تبقى صحة الطفل قبل كل شيء، يعني فكروا جيدا، لأن الجائحة لم تنتهي، الفيروس لا زال ينتشر وينتشر بقوة، وأشياء لا زالت مجهولة. هناك من يصيبه الفيروس يقضي عليه، هناك من لا يؤثر فيه، هناك من لا يظهر عليه، فلا ندري من أي فئة نحن، هل من الفئة التي يقضي عليها الفيروس أم من الفئة التي ربما يعني تجاوزت يعني هذه الجائحة. فانتبهوا جيدا. هذه اليوم تكلمنا عن هذا الوضع الذي يجب أن نتمعن فيه. ثم لأختم، هذه الأشياء تدرس بعمق وتدرس بدقة، وخبراء وأكاديميين وباحثين والذين راكموا تجربة، فهذه الأشياء تدرس لكي يرتاح المواطن. فالمواطن منذ شهر 3 وهو يسأل ويتساءل ولا يجد أجوبة، لأن ليس هناك من يجيبه مع الأسف الشديد. ولذلك الآن المواطن محتار، لا يعرف كيف يقرر في مصير أبنائه، لأن الأمور ليست واضحة، ليس هناك دراسة ولا أي شيء. فيجب أن تكون دراسة. البلدان متقدمة أوروبية، بعض البلدان الأوروبية متقدمة تكنولوجيا ومتقدمة في التعليم، يضرب بها المثل في التعليم، قادرة على الكورونا فيروس وعلى التعليم، ولديها لوجيستيك وآليات في التعليم، حتى أن التلاميذ لديهم طابلت ولديهم حاسوب، ومع ذلك انكبت مدة شهرين تدرس الدخول المدرسي، هي التي تتحمل المسؤولية. شهرين منكبة تدرس الدخول المدرسي كيف سيكون، وكيف تساعد الناس، وكيف تقترح على الناس وتتحمل مسؤوليتها في القسم وفي النقل، وكذلك بالنسبة لصحة الطفل إذا ما ظهرت هناك شيء. ثم هناك مدارس أغلقت طبعا بعد أسبوعين، أغلقت لأن ظهرت فيها حالات في صفوف المعلمين والتلاميذ. لا نريد، يعني ليس لأن البلدان الأوروبية تركت الطفل يذهب إلى المدرسة سنترك الطفل يذهب إلى المدرسة. نحن يعني بلداننا هكذا تستورد خبراء، تستورد الفكرة، تستورد حتى القرار. بلداننا هكذا. ربما هذه البلدان العربية يعني تتأثر وتقول بأن البلدان الأوروبية يعني الطفل يذهب إلى المدرسة وسنترك الطفل يذهب إلى المدرسة. فيعني نحن يعني هذه الأشياء ستكون خطيرة، وليست بالسهولة ولا كما يظن الناس. هذه البلدان قادرة،
لديها يعني لوجيستيك، ولديها بنيات، ولديها قوة، ولديها مراقبة، ولديها إنسانها لديه ضمير وواعي ومتعلم، ويعني يتبع التعليمات وليس متهور وليس مستخف. طبعا هناك شباب قليل يكون مستخف، نعم، لكن يعني عموما المواطن في هذه البلدان مواطن ثابت ومسؤول. يجب أن تنتبه هذه البلدان العربية للدخول المدرسي، أنا أنبه وهذه الأشياء ستبقى مسجلة، أن تنتبه البلدان العربية للدخول المدرسي، يجب أن تنتبه وأن لا تتخذ قرارات تندم عليها في مدى، لأن الوضع بالنسبة لكورونا فيروس إلى حد الآن يعني جيد، متحكم فيه إلى حد ما، لكن لا نريد يعني أن تنفلت الأمور، وهذه فلذات الكبد، فلذات أكبادنا، هذا مصير أطفال وليس أي مصير، يكون قرار قوي ومسؤول. تحية طيبة لكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.